أصوات مرتفعة لا يمكن السيطرة عليها هي تلك الشخوص التي تملكها جماعة بوتماندن البافارية للتنكر، حيث يرافق أناس عديون القديس نيكولاوس ويقطعون مسافة 12 كيلومتر في هذا المساء، ومعهم المصور الألماني كارسن بيتر الذي يجول منطقة الألب منذ عدة سنوات وقد صور العديد من العادات. طبقاتهم الصوتية عالية جدا وهي من العهود الغابرة لما فيها من قسوة وغموض، وهذا ما جذبني إليها. هذا السحر يجذبني منذ الطفولة وأحاول اقتفاء أثره. وما توصل إليه كارسن بيتر نشره في كتابه المصور عفاريت الألب، الذي يظهر فيه عادات محلية تذكرنا بحضارات غريبة لكن جذورها من دول كألمانيا والنمسا وسويسرا. أحاول أن أتوصل إلى أصالة هذه العادات وأن أكتشف ما فقدناه في نواح كثيرة في منطقة جبال الألب، وآمل أن أنجح في مسعي لأن هذه العادات جديرة بالحماية، إلا أنه لا يمكننا جذب الكثير من الانتباه إليها والتعاطف معها. عادة عمرها مئات السنين ركزت على إظهار عمل يدوي فني، فنحات الأقنعة فيليب موتس يعمل طوال العام لينحت ما يسمى الوافن، وقناع الوجه هذا قد يصل ثمنه إلى 450 يورو ولا يوضع على الوجه إلا في يوم واحد في السنة. من شأن هذه أن تطرد الخوف لدى الناس، وليس مجرد معرفة الناس بها والضحك عند رؤيتها، وإنما أن يكون لديهم احترام لهذه العادة. وعند حلول الظلام يبدأ ما يسمون بباسن بالاستعداد للموكب، وهؤلاء يزيدون من إثارة الموقف، فالذين يبقون في مؤخرة الموكب يتم ربطهم بالقش، إلا أن هذا الطقس لا يزال سرا كبيرا ولا يسمح بمشاركة المتفرجين فيه. ويعتبر موكب بوتماندل بالنسبة لسكان البلدة عادة متوارثة في المقام الأول. الشباب الذين يفعلون هذه الأشياء لا يفعلونها من أجل السياح أو القادمين لأسباب صحية، وإنما بسبب استمتاعهم بذلك، ورغم أنها مجهدة إلا أنهم يتوقعونها كل عام. لقد سرت معهم، ملابسهم مذهلة جدا وكأنه في عرض الأزياء. موكب التنكر هذا هو جزء من فترة الاستعداد للعيد. ينطلق الموكب عبر الحقول من بيت إلى آخر، ويبلغ عدد المشاركين فيه 18 شخصا، ومن يريد المشاركة لابد أن يكون عازبا ورجلا، ومن لا ينتمي للموكب من الأفضل إليه أن يبقى بعيدا. لا يريدون تصويرهم عندما لا يرتدون أقنعتهم، وخلال ذلك قد يحدث أي شيء ممكن، إذ يتعرضون للضرب بين حين وآخر. ليس الإزعاج وحده ما يجلبه معه نيكولاوس ومرافقوه، وإنما أيضا الهدايا البسيطة التي أحضرها إلى بيت عائلة مورف التي أفرحت الأطفال، فالمشاركون في موكب التنكر يسعون إلى غرس الاحترام في نفوس الأطفال. إنهم لا يخافون أبدا من شيء عندما يكونون صغارا، فهم يثرثرون طوال الوقت حتى أنه لا يمكنني التحدث، لكن بعد عام يبدأون بالصراخ من الرعب بصوت عال. وذروة الاحتفال هي وصول المشاركين المتنكرين إلى ساحة السوق في بغشتسغادن، ومن يتأخر الآن سينتظره الضرب بالصوت. إنهم قساة وهذا من طقس الاحتفال، على الجميع أن يخافوا منهم، ومن لا يخاف سيكون عرضة لقساوتهم، كما أنهم يتوعدون الآخرين بالضرب على أجسادهم، وها هو وجهي قد أصبح أزرق من شدة الضرب. كتاب مصور يستحق كل هذا الجهد، فقد أظهر تراثهم الخاص وكأنه غريب عليهم.